العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر العمل الاجتماعي، التقوى العمل الفردي. يعني قد يكون أنت تريد الصلاة، هذا يسمى بالتقوى. فأنا أجيب لك تربة، عاونت معك على التقوى. أو أنت تريد الحج، إني حجزت لك الطائرة، هذا التعاون على التقوى. التعاون على البر يعني جماعة يريدون شيئا، بناء مسجد وأنا أكون معهم، أو يريدون إعطاء رأس المال إلى إنسان يريد الكسب فأكون أنا معهم. الأمور الاجتماعية يسمى البر، والأمور الدينية الفردية يسمى بالتقوى. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم يعني المعصية الفردية، فرد واحد يريد شرب الخمر، إنسان يأتي إليه بالخمر، هذا يسمى تعاونا على الإثم. أو إنسان يريد والعياذ بالله مثلا الزنا، إنسان يأتي إليه بالفاحشة أو يدله على دار المومسة، هذا تعاونا على الإثم. العدوان يعني واحد يريد قتل إنسان، إني أعاونه مثلا، أعطي بيده سوطا أو أعطي بيده بندقية، هذا يسمى بالتعاون على العدوان، يعني التعدي على الناس، على أعراض الناس، على أموالهم، على دينهم، على معتقدهم، على جسمهم، هذا يسمى بالعدوان. تعاونوا على البر والتقوى. الفرد إذا أراد عملا خيرا فرديا تعاون معه، والإنسان إذا أراد عملا برا اجتماعيا تعاون معه، والفرد إذا أراد معصية فردية لا تتعاون معه، والإنسان إذا أراد معصية عدوانية وتعد على الناس لا تتعاون معه. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الحقيقة من أهم الحقائق التي تسبب نمو الخير في الاجتماع وتسبب قص جناح الشر في الاجتماع. ألا تصور أنه في أي مجتمع كان الناس يتعاون بعضهم مع بعض في الأمور الخيرية؟ من أقصد بالأمور الخيرية فقط الصلاة والصيام وبناء المسجد والحسينية، هذه منها. لكن يريد شاب زواج، تعاون الناس معه. يريد إنسان اشتراء دار لسكناه، تعاون الناس معه. يريد إنسان دراسة في الخارج، لا يتمكن، معدل دون المستوى مثلا، وما يتمكن على نفقة الحكومة، يروح للخارج، الناس تعاونوا معه. مريض لا يتوفر له الذهاب إلى الخارج على حساب الحكومة، أو في حكومات لا حساب لهم من هذه الجهة، تعاونوا معه. الفقير يريد رأس المال للكسب، تعاونوا معه. وعلى هذا المعدل كثر الاجتماع كان يتقدم، وأن خيره كان يعود إلى الاجتماع نفسه. بينما أن الاجتماعات التي لا تتعاون في الخير هذه الاجتماعات اجتماعات منحطة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كففت يدك عن الناس، يعني ما تعاونت معهم، فإنما تكف عنهم يدا واحدة ويكفون عنك أيادي كثيرة. كلمة جوهرية من أجمل الكلمات. أنا كم يد عندي؟ يد واحدة. ما أقصد يد واحدة في قبالة الاثنين، يعني أنا يدي واحدة. إذا أنا عاونت مع الناس، ناس كم يد عندهم؟ مليون يد يتعاونون معي. وإذا أنا يدي كففت عن الناس، كم يد أكف عن الناس؟ يد واحدة. الناس ما يتعاونون معي فيكفون عني مليون يد، وأكثر من مليون أحيانا، وأقل من مليون أحيانا. من كف يده عن الناس فإنما يكفون عنه يدا واحدة، يكفون عنهم يدا واحدة والناس يكفون عنه أيادي كثيرة. تعاون كل إنسان. هسه مو لازم أنت تكون ثريا. أنت طالب مدرسة في الابتدائية، فلان طالب يريد منك قلم، أعطيته القلم. فلان طالب يريد مساعدتك، عندك سيارة تأخذه من داره إلى المدرسة وعلى هذا المعدل، هذا تعاون. فلا يلزم أن يكون التعاون في مستوى رفيع ومستوى حكومات ومستوى أثرياء ومستوى تجار كبار، حتى في مستوى البيت. عندكم بيت، أمك ما تتمكن تكنس لهذا اليوم، إما لسفر أو لمرض أو لقضية أو لزيارة، أنت كنست، هذا هو التعاون. ما تتمكن أمك أن تطبخ، أنت طبخت مكانها، هذا تعاون. ما تمكنت أختك أو أمك من أن تنشر الثوب على الحبل أو تغسل الثوب، أنت غسلت. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ينقل عن رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يختم الدار إلا الصديقون من أمتي. يعني أنت إذا تعاونت في دارك مع أمك وأختك وأبيك وأخيك، أنت تعد عند الإسلام وعند رسول الإسلام من الصديقين. التعاون في الخير في الدار. أبوك شايب في المكتب وما يتمكن من ساعة 8 يروح على ساعة 12، وأنت بإمكانك أن تذهب في الساعة 8 وتساعده فرد نصف ساعة حتى هو يأتي من الدار إلى الدكان إلى المحل. هذا معنى تعاون في الخير. هذا التعاون في الخير والبر، وعدم التعاون في الإثم والعدوان. كل فرد من أفراد المجتمع إذا كان هكذا كان مجتمعا متقدما. بالعكس، إذا صار المجتمع فردية، كل فرد يرى نفسه، كل فرد يرى شخصه، كل فرد يفكر في مصالحه، صارت العطلة إلى الساعة 10 و11 نايم، صار فصل الصيف ذهب إلى الخارج، وأبقى أبوه أمه أقربائه أصدقائه هم في بيوتهم وحدهم. هذا معناه مجتمع منحط. هذا هو. والمجتمع المنحط دائما يتسافل، بينما المجتمع المرتفع دائما يرتفع ويسمو ويتقدم. أكو في إيران قصة قبل 150 سنة صنعها المستعمرون، اسمهم البهائية. البهائية هؤلاء كان عندهم فرد رئيس أعلى، صنعه المستعمرون قبل 150 سنة وأظهر دينا جديدا، دين البهائية أو دين البابية. عندهم خرافات وأباطيل ما علينا الآن، علينا بالقصة. كان عندنا فرد واحد صديقنا شيخ سعيد المظفر، السادة يعرفوه، توفي في الكويت، توفي اتفاقا، جاء إلى الكويت لأن يزور ولده، لأن ولده كان مدرس في المدرسة. بالليل نام وصباحا ذهبنا إلى جنازته. شيخ سعيد المظفر الله يرحمه إنسان طيب كان، قبل 6 سنوات تقريبا توفي. قبلها المغتسل الجديد، في المغتسل القديم غسلوه، ثم ودوه الى العراق ما ادري كربلاء نجف وين ودوه. هذا الشخص عايدا نقول من الشباب كان 70-80 سنه عمره، من بيت المظفر، الشيخ سعيد المظفر هو اسمه. هو ينقل هالقصه يقول على انه ذات مره اني ذهبت الى ايران، القصه مع قبل 25-30 سنه. ذهبت الى ابادان، يقصد الامام الرضا عليه الصلاه والسلام، في طريقي ذهبت الى ابادان، لازم اروح الى ابادان، ابادان ذاك يوم كانوا يقولوا له، ثم اروح الى طهران ثم الى مشهد. يقول في ابادان انا نزلت اول نزولي افكر انه فندق مكان اروح احجز حتى ابات ليله ليلتين واروح. يقول في الطريق شافني فرد واحد، سلام عليكم عاش سعيد. عليكم السلام. فرد رجل زيان، شخصيه متبين من هيكله شخصيه. قال لي شيخنا شيخ سعيد؟ قلت ها خيرا. ما عرفتني؟ قلت لا. انت عرفتني؟ لا. قال انا اعرفك انت شيخ سعيد مظفر في كربلاء كذا، شلون ما عرفت؟ باواني زيان. يقول كلما باواك ما عرفت. قال لي على انه شلون بتعرفني؟ انا صديقك، بيتي فلان مكان، بالسوق تلتقي معي. من وقت أدور اشوف اعرفه وما اعرفه. يقول قال لي على انه انا حسن. قلت انت حسن؟ يقول كان عندنا جيراننا فرد واحد يهف على صويخات، اكو فرد شيء في كربلاء ما ادري هنا اكو وماكو، يسمى صويخات يعني تشبده او تشلوه مال الخروف، ياخذوه يخلوه في الشيش صيخ، يخلوه على النار ويهفوه بالشارع. كل شيش سابقا كان فلس او 4 فلوس او 10 فلوس وما اشبه. هذا اللي يهفي الصويخات يعني هتيت فقير ما عنده كل شيء، فهم يستاجروه اهل الصويخات على شبعه بطنه وفرد فلوسه يطوه. هذا هو الى الان في كربلاء موجود هذا الشيء، ما ادري هنا في الكويت موجود او ما موجود ما ادري واقع. فهذه يقول هذا حسن فرد ولد ضعيف يهوفي صويخات واقرع راسه اقرعهم، ويسمى هناك بالحسن الاقرع، اسمه حسن اقرع. يقول على انه من قال لي انا حسن، قلت انت حسن اقرع؟ يقول ضحك. قال لي انا في كربلاء كنت حسن اقرع، هنا استاذ حسن. يقول انا تعجبت، يا سمين سمين وضعيف غير سمين، لكن الشعر مال راسه شلون طلع، واقرع اقرع من قاع اقرع على النار، لكن شعار ومو باروكه، لا شعر طبيعي على راسه. يقول قلت له ها شنو شنو هناك عليه؟ خلينا نتفك من كربلاء ومن كذا وشيء من هالقبيل. فقال على انا وين انت نازل شيخ سعيد؟ قلت له الان انا نازل هنا واريد ادور لي فندق. قال تفضل في بيت. البيت عندك؟ قال بيت عندي، شنو بيت؟ مو عندك، تعال تعال. يقول قلت ما يخالف، صديقي في كربلاء الان على عقدنا دائما نمر عليه كذا شيء، وحسن اقرع معروف. رحت الى بيته اشوف فرد بيت كبير، يعني افرض على انه مثلا مثل الديوانيه كمثل، واكبر واشجار في البيت وحوض ماي نافوره وهواء طيب، يعني الاشجار تطيب الهواء في الحرش طبيعي والنافوره. يقول رحت واضويه حمراء وخضراء وبيضاء وكذا وهالاشياء. مشيت البيت تعجبت، قلت هذا بيت منو؟ قال بيتي هذا. هذا بيتك؟ قال لي هذا بيت. يقول دخلت راحت وايد، شفت فوق البيت يعني فوق هناك مثلا مو الباب فوق الناس يقعدون، شفت كراسي مخلي، هو شخص سعيد انا ضعيفه الله يرحمه، عيونه كانت ضعيفه شويه في تراخم وكذا. يقول بالليل طاوعت ومو اضويه كثيره، يعني اضويه احمر واخضر ابيض مثل جو شاعري كما يقولون. يقول باوعد شفت جماعة قاعدين، اما قسم منهم مثل النساء قاعدات. قلت حسن؟ قال ها. قال لي هذول منو قاعدين؟ ضحك. قال تفضل. قال شنو افضل؟ هذول نساء ورجال قاعدين. قال نساء ورجال خبر. قلت انا وعمامتي اقعد ويا النساء ما تستحي. الروح الخرافات اللي بتاعتكم الأخوندية. بعدك على خرافاتك يقول قريت شنو بعدك على خرافاتك؟ يتبينت ملحد صاير جاي لا أبدا أنا ما أقعد هنا بس جاي تقعد. جاب لي كرسي هنا وقعد يمي وجاب لي دندور معها متبين أكو وكذا. قلت الحقيقة إما تقول لي هذا شنو أنت شنو أنا أبقى هنا. إذا ما قلت لي بنات وولد ومختلف أنا أشك فيك وما أبقى هنا. كل ما صار علي جابوا لهم عشي هناك نفس المكان وشي أكلت. قال الواقع أنا في كربلاء كنت فقير وحكيت والناس يضحكون علي ومبعثر وأشبع بطني من هذا صويخات على اصطلاحهم وكبده وكل واحد يمر علي يدق على راسي لأن أكو فرد قاعدة لا أقرع يدقون على راسي هالشكل وهذا هو يأذي كل واحد يدق على راسي. فجيت إلى إيران رحت إلى أبادان. يقول اجيت إلى أبادان فرد فرقة محترمة زيانة رحومة. هذه الفرقة من لطف الله سبحانه وتعالى التقيت بهم هم احتضنوني وأكرموني وهم أصلا شعر راسي هم طلعوا. شلون شعر راسك هم طلعوا؟ قال أخذوني إلى ألمانيا. في ألمانيا زرعوا الشعر على راسي يعني هذا الشيء أكو يزرعون الشعرها زرع يعني على أنه يسوون الراس وفيأخذون شعرات من الناس بصلة بصلة ينبتوه على الراس حتى ينبت. شايفين الرثيل؟ بريطانيا كان على إيران مكان سابقا ألمان مكان كان في السابق في ألمان كان وبريطانيا الآن في إيران لعلوه في الكويت ماكو. كان هذا الشيء متعارف الآن. ثيل هذا الثيل الحشيش مثلا عندكم حديقة هنا يجيبون حشيش من الخارج يزرعوه هنا. يعني اليوم صف الأرض باكر أكو ثيل هنا. هالشكل زراعة الثيل والحشيش في الأرض. شلون أكو زراعة الشعر أكو في الرأس يزرعون الشعر. من هاي الفرقة اللي تقول فرقة محترمة رحومة ما أشبه. قال هذه الفرقة المحترمة الرحومة هي فرقة البهائية. أنت صرت بهائي؟ قال إيه صرت بهائي يعني. شو قبلهم بهائي؟ بهائي أحسن منكم أنتم. أنا في كربلاء مهان وجايع ومشكشك ثوبي. على الحقيقة هذا اللي يغفر على الصويخات أغلبا ثوبهم مسحوا مشكشك أنا شايفهم لعل قسم منكم هم شايفيهم. وهذول جيت احترموني هو شوية حسن هذا حسن القراع هو لبق شوية يعني لباقي عده ولسان عده بس من الناس هالشي. قال الآن هم هذا المحل اللي تشوفه هذا محل مالهم هذا مركز التبليغاتي مركز تبليغاتهم وأنا المشرف والمنظم للمركز هذا هو. فإذا تريد دنيا هنا إذا تريد هو يقول هذا حسن الرقاع يقول إذا أنت تريد جهل روح أي مكان اللي تحب. يقول انصحتك قلت له حسن انت كنت ام الامام الحسين وانت شيعي وانت مسلم وابوك مسلم وشيعي امك مسلمه شيعيه تحضر قرايات شلون صرت ملحد وخدعوك. قال روح انت على عقليتك السابقه. قلت ما دام هالشكل نجس انا حتى لازم اغسل حلقي اللي اكلت عشاء واكلت شربت الشاي وياك واكلت الدندورمه يعني بوضه وأنا أروح. لكن أنا أنصحك هذا الطريق كم يوم أكو في دنيا لكن آخرته النار والعار. قال النار والعار إلي والدنيا إلي وتروح إلى حذاء القطرح لهم مقشعني. أتنا أتونس بالبنات الحلوات وأكل بلاش ومركز ممتاز ومعاش. يقول أنا بالليل طلعت من يمه وفي أمان الله في أمان الله رحمه. هسه هذه القصة التي رعاها الشيخ سعيد المظفر حقيقة لاحظوها. هذول فرقة قليلة هم يسمونها في إيران بالفرقة الضالة. هم الحكومة ضدهم هم الأهالي ضدهم. هذول حكومة وأهالي ضدهم من أول ما ظهروا من زمان. أبو ناصر الدين شاه قبل 150 سنة أو 30 سنة الحكومات ضدهم والأهالي ضدهم. لكن عندهم فرد تعاون هائل وقع لا ينكر هذا الشيء. واحدهم يتعاون مع الآخر في زواجه، في رأس ماله، في دراسته، في مرضه، في حضره، في سفره، في خيره، في شره، في موته، في حياته يتعاونون معه. ولهذا هم ماسكين أنفسهم في التماسك قوي، مع العلم أن الحكومة ضدهم، والعلماء ضدهم، والتجار ضدهم، وسائر طبقات الشعب ضدهم. تعاون هذا. أما تعالى إلى فريد فقير عندنا كما هو نفس حسن الأقرع في كربلاء، ما يجدرون به، وفرد واحد ما يدير له بال وما يعتني منه ويسبه، إما يبقى ذليل إلى آخره، وإما مجبور يصير فاسد. هذا هو. فإذا قال الله تعاونوا على البر والتقوى، أراد تقديم المجتمع إلى الأمام. أراد البهائيين، اسألوا من إيرانيين، أنتم أكثركم تدرون هذا الشيء، لكن اسألوا منهم، فرد فقير أكو فيهم؟ ماكو أبدا، فرد فقير ماكو فيهم. إذا حقيقة فقير ساقط عن العمل، يطو راتب حتى يموت، مو راتب بس، حوش يطو، راتب يطو، كل شيء حتى يموت. إذا مو ساقط عن العمل يرتبوا له شغل. أنا تعال في بلادنا احنا، روح على نفس كربلاء اللي كنا احنا، 100 فقير قاعدين على باب الصحن، وحقيقة قسم منهم فقراء قطعا، قسم مو فقير، قسم منهم فقراء. هذا الأعمى وهذا الأعرج وهذا الضعيف وهذا المريض وهذا الشايب، وفي أي بلد إسلامي يروح تعاون مق. قسم من الفقراء قطعا يكذبون، لكن هؤلاء الذين يكذبون إذا كانت عندنا مؤسسات وتعاون، عم يتلوش بعد هنا يقول أنا فقير، زين تتمكن من الشغل، هذا الشغل ما تتمكن من الشغل احنا ننفق عليك، تتمكن من الشغل تريد تاكل بلاش، حكومة لازم يعذبوك. خلص فقير كان يروح من مجتمعات. أما روح للنجف وتعال إلى كربلاء وروح إلى كاظمية وحتى سامراء، وروح إلى خراسان وإلى قوم وإلى شعب العظيم وإلى زينبية وإلى زينب في مصر، كل مكان تشوف الفقراء قاعدين هؤلاء، وحقيقة قسم منهم فقراء. دعنا عن الفقراء، لا شاب يريد يتزوج يساعدوه، ما عنده فلوس، يريد قرض، يريد سكنة، يريد عمل، معكو هذا هو. ولا نقول هذا الكلام لمجرد التكلم، وإنما نقوله حتى في الحقيقة نعمل احنا. يعني كل واحد منا حسب مستطاعه يخدم ويعمل وينفق ويساعد ويأخذ بيد الفقير والأرملة والمريض والطفل واليتيم والذي لا دار له والذي لا زوجة له والذي ما يتمكن يروح للخارج يحصل على الدراسة وعنده قابلية، والذي هو صالح للترفيع بالحكومة، لكن ماكو فرد واحد يأخذ بيده يرفعه. مثلا هو مستحق درجة سابعة ومستحق درجة سادسة وما عنده أحد واسطة، وأنت تتمكن تصير واسطة. خلص تلفونك يشتغل، خلي تلفونك يشتغل وياك. تعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا في بلد الإنسان يريد واحد يفتح مخمر لتساعد، يريد واحد يأجر حوش والعياذ بالله لا مومس فاجرة لتساعد، إذا واحد يريد مساعدة شاب حتى يذهب إلى الخارج ليدرس ساعده، يريد فرد دكتور يريد يبقى في بلدك ويفتح مطب، هذا عمل إنساني يخدم الناس، ساعده. وعلى هذا المعدل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.